الفل على حضراتكم مشاهدي قناة تايم سبورتس، يوم جديد من برنامج العبها صح. ان شاء الله هنكون مع حضراتكم خلال الحلقة، هنتابع مع حضراتكم ابرز ما جاء على الساحات الرياضية المختلفة. ومن دقائق كنا بنتابع على مدار ساعات فاتت ندوة على هامش استضافة مصر لحفل توزيع جائزة الافضل اللي بتقدم من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم. وطبعا الحديث كان من خلال هذه الندوة عن ان المرأة اصبح من حقها ان هي تكون بتلعب كرة قدم، وان الناس كمان اللي حواليها لازم تكون بتدعم هذه الفكرة. دلوقتي شايفين اكيد بنات كتيرة جدا واكاديميات كتيرة بقت بتتقبل فكرة ان السيدة تكون بتلعب كورة. في التوقيت الحالي شايفين بقى حكام كمان سيدات بيديروا ماتشات مهمة في اوروبا، وتابعنا دوت على مدار الاشهر اللي فاتت، بجانب كمان تواجد الحكمات المصريات في الدوري المصري تابعناهم كمان من جولات ماضية. فان شاء الله دايما نشوف التطور بيحصل في القارة الافريقية زي ما طبعا بنتمنى ان احنا نشوفه دايما بيحصل في التطور في كرة القدم المصرية. امبارح كان في ماتشات اكيد مهمة تابعناها على مدار اليوم، طبعا ابرزنا ان كان في ماتشين لقطبي الكره المصريه، الاهلي والزمالك عندهم مباريات ضمن منافسات الجوله ال 12. الفريقين قدروا يفوزوا ويحصدوا 3 نقاط علشان المنافسه تفضل اكيد مستمره، ولكن بيبقى اكيد الفوز اللي قدر يحققه ريني فايلر مع النادي الاهلي بمثابه خطوات ثابته قدر يقدمها المدير الفني السويسري بان هو بيحقق اكثر من فوز متتالي بدون اي خسائر في النقاط، متصدر جدول الترتيب مش بس النتائج بل كمان باداء. على الصعيد الاخر نادي الزمالك قدر يحقق فوز في الدقائق الاخيره من عمر المباراه امام فريق طنطا ب3 اهداف مقابل 2، ولكن من النقاط اللي ممكن نتكلم عليها ان طبعا النادي الأهلي أصبح قوي جدا وصلب جدا سواء على الشق الدفاعي أو على الشق الهجومي، ولكن كانت شباك محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي غايبة عن الاهتزاز من 620 دقيقة سابقة، اهتزت آخر مرة في الجولة الثالثة أمام فريق أسوان، ومنذ ذلك منذ هذه المباراة لم تهتز مرة تانية. فامبارح قدر أحمد الشيخ يسجل هدف رائع جدا من كرة ثابتة في شباك محمد الشناوي، ولكن أكيد النادي الأهلي كان هو الأفضل على مدار المباراة. خلونا برضو نتابع الماتشات اللي هنكون بنتابعها النهاردة على مدار اليوم. نروح سريعا لأجندة اليوم ونرجع مرة تانية. أكيد أخبار كتيرة جدا موجودة على الساحة الرياضية، خلونا كده نلخصهم لحضراتكم وأهمهم في التوب 5. نبدأ جولتنا في التوب 5 من ماتش مهم النهارده هنكون في انتظاره، مش لنادي أهلي أو نادي زمالك، مش للمنتخبات بشكل عام، ولكن الأساطير ده اللي معانا في خبرنا الأول. فبتستضيف منطقة الأهرامات النهارده الاثنين مباراة استعراضية هتجمع ما بين عدد من أساطير أفريقيا والعالم على هامش تواجدهم في مصر عشان يحضروا حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف المحدد ليه إن شاء الله يوم الثلاث في مدينة الغردقة، واللي هتشهد الإعلان عن هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019، واللي بيتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، وساديو ماني لاعب منتخب السنغال ونادي ليفربول، ورياض محرز جناح منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي. طبعا النهارده كمان تابعنا من دقائق زياره اساطير القاره السمراء لجامعه القاهره، وبعدها ان شاء الله تكون بتنطلق المباراه الاستعراضيه الساعه 2:30 ظهرا في منطقه اثار الاهرامات بحضور عدد كبير من نجوم كره القدم والعالم بيصل عددهم ل 400 شخص عالمي، ثم يتوجه بعدها الاساطير الى مدينه الغردقه للمشاركه في حفل الاتحاد الافريقي علشان يوزعوا جوائز افضل اللاعبين خلال عام 2019. من ابرز هؤلاء الاساطير صامويل اتو، عبيدي بيليه، خليل فديجة، الحاج ديوف، الأخضر بلومي، رابح ماجر، يايا توري، ديدي دروجبا، وكوشا، كانو، أمادو فلافيو. أسماء كتيرة جدا من أساطير هيكونوا بينوروا مصر في حفلة إحنا من المؤكد إن إحنا في انتظار تنظيم ولا أروع، لأن إحنا على مدار الشهور اللي فاتت شفنا إزاي مصر كانت كلما بيسند إليها تنظيم محافل إفريقية كبيرة فيما يخص طبعا كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأولى، وأيضا كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، حفلات القرعة
حدث ولا حرج عن تنظيم، عن اماكن عندنا فانيوز رائعه جدا في مصر نقدر نستغلها، ومن الجيد جدا ان احنا كمان نشوف هذا الحفل موجود في محافظه زي الغردقه، فيها مناظر رائعه وكمان الجو هناك من المفترض يكون ادفى شويه لان القاهره خلاص بقت برد جدا، ولكن بشكل عام اكيد موفقين كل الجهات المعنيه بتنظيم هذا الحفل، وان شاء الله كده كمان النهارده المباراه والمكان اللي هيتلعب فيها المباراه هتكون اكيد بتشهد ملاحظه واهتمام من كل الناس اللي بتحب الكوره في العالم كله، فاعتقد كمان اختيار الاهرامات ومنطقه الاهرامات بالتاريخ الكبير بتاعها هيكون كمان بيزيد من اهتمام من الناس ان هي تكون بتتابع هذا اللقاء. نستكمل بقيه اخبارنا وبعيدا عن الماتش اللي هنكون بنتابعه النهارده لاساطير افريقيا فيما يخص ميركاتو الشتاء، وهو خلاص بدا بالفعل والاسماء اللي ممكن تكون بتنضم. نادي الاهلي خلاص بالفعل ضم محمود عبد المنعم كهربا واللي كان ليه اول ظهور مع النادي الاهلي امبارح في ماتشه، ولكن كمان ايه الصفقه الثانيه اللي لسه بيحق للنادي الاهلي ان هو يضمها؟ هل بالفعل إليكي اصبح قريب المهاجم اللي كان حابب يحصل على خدماته المدير الفني السويسري ريني فايلر، ولا المفاوضات ممكن تكون وصلت لحيطه سد؟ ده اللي معانا في خبرنا الثاني. فتعثرت مفاوضات النادي الاهلي مع النيجيري إليكي مهاجم فريق لوزارن السويسري بسبب الخلاف حول بعض الامور الماليه ما بين اللاعب ووكيل اعماله من ناحيه واداره القلعه الحمراء من ناحيه اخرى، ورغم ان اللاعب كان قريب جدا من الانتقال للاهلي خلال انتقالات يناير الشتويه الجاريه، خاصة بعدما رحب إليكي بالانتقال للقلعة الحمراء عقب الاتصالات اللي جمعت بينه وما بين أكثر من مسؤول بالقلعة الحمراء. الأيام بقى اللي فاتت شهدت تطور ملحوظ في الصفقة بعدما بالغ إليكي في طلباته المالية للتوقيع للأهلي، حيث طالب بالحصول على 4 مليون دولار و500 ألف دولار مقابل التوقيع 3 مواسم، وهو مبلغ كان كبير جدا لأن إليكي هيكون بيتقاضى ضعف ما يتقاضاه نجوم الصف الأول في الفريق، إذ ما وافق الأهلي على طلباته المالية، الأمر اللي هيكون بيثير فتنه في الفريق لا سيما من جانب الاجانب زي النيجيري جونيور اجايي والتونسي علي معلول واللي بيتقاضوا مبلغ لا يتعدى 850 الف دولار في الموسم الواحد. كمان عارف اليوم السابع ان اداره الاهلي تحفظت على مطالب إليكي الماليه وبتتفاوض معاه من اجل تخفيض هذا المبلغ الى 900 الف او مليون دولار في الموسم، وحال قبوله سيتم التعاقد معاه، خاصة وأن فايلر المدير الفني للأهلي أوصى وطالب بالتعاقد معاه لقناعاته الشديدة بقدراته الفنية، أما إذا رفض اللاعب تخفيض مطالبه المالية سيتم البحث عن مهاجم أجنبي آخر للتعاقد معاه في أسرع وقت. امبارح كان في تصريحات لأمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي فيما يخص الصفقة الأخرى، اتكلم إن مش بس العائق هو الأمور المادية ولكن كمان في حاجات فيما يخص بنود في العقد برضو مأثرها على إتمام الصفقة، وقال كمان في تصريحات لي وده عقب الإصابة اللي حصل في صفوف خط الدفاع لدى النادي الاهلي، طبعا اللي لحقت بسعد سمير بقطع في وتر الاكيلس اللي هيخليه يجيب حوالي 8 شهور عن الملاعب ويكون من الصعب ان هو يكون بيستخدم في الفترات اللي جايه، والنادي الاهلي على اعتاب منافسات محليه كتير واكيد كمان منافسات افريقيه. الحديث اصبح ان هل من الممكن يكون ريني فايلر بيبص على المكان الثاني لاجراء الصفقه الثانيه للنادي الاهلي ويتغير مكانها ومركزها من اقتناعه التام ان هو عايز يحصل على خدمات مهاجم ومهاجم بعينه وتتحول الرؤيه الفنيه لاحتياجه الى مساك؟ ده كان من خلال تصريحات اجراها امير توفيق مدير التعاقدات للنادي الاهلي، وكمان كماله بقى على بقيه التصريحات فيما يخص وليد ازارو، الحديث ان وليد ازارو مش قريب خالص من الدوري السعودي، ممكن يتم الابقاء عليه بالفعل مع النادي الاهلي الى ميركاتو الشتاء، وممكن بقى نشوف في نهايه الموسم ايه اللي هيكون بيحصل بالنسبه للاعبو النادي الاهلي. في نفس السياق ولكن على الصعيد الآخر، نادي الزمالك واستعداداته لقيد واحد من نجومه على مدار المواسم اللي فاتت غاب، ولكن هل هيعود ولا لا؟ ده اللي معانا في خبرنا الثالث. فقرر مسؤول الزمالك إرجاء قيد الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الأبيض في القائمة البيضاء في بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية رغم فتح باب القيد في مطلع شهر يناير الجاري، انتظارا للقرار النهائي من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بشأن تحديد مصير المقعد المتبقي للأبيض في قائمته بعدما انتظم اللاعب طوال الفترة الأخيرة في تدريبات الفريق الأبيض. وبيأتي انتظام الكونغولي كابونجو كاسونجو في تدريبات الزمالك خلال الفترة الأخيرة لتجهيزه للمشاركة في مباريات، إلا أن قيده من عدمه بيتوقف حول رؤية كارتيرون واللي لم يصدر قراره حتى الآن بشأن المقعد المتبقي للفريق في قائمته، حيث يتبقى للأبيض قيد لاعب واحد من خلال الاستبدال في قائمته المحلية.
ومن الاخبار المحليه نروح لاخبارنا العالميه. وفريق ليفربول مش بس على صعيد الدوري ماشي بخطه ثابته ومكسر الدنيا، لا كمان في بطوله كاس رابطه الانديه او كاس الاتحاد الانجليزي ايضا قدر يحقق فوز، وفوز مهم على غريم تقليدي منذ اعوام وسنوات كثيره جدا. ده اللي معانا في خبرنا الرابع. فتأهل فريق ليفربول إلى دور الـ 32 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن حقق فوز صعب على نظيره إيفرتون بنتيجة 1-0 خلال المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح الحد على ملعب الأنفيلد ولضمن منافسات الدور الثالث لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وجه الهدف عبر اللاعب الناشئ كورتس جونز في الدقيقة 71 من عمر المباراة بتسديدة كبيرة ورائعة من قبل منطقة الجزاء بتمريرة من أوريجي، ولم يتدخل تذوق الرادز مرارة الهزيمة على ملعب الأنفيلد أمام إيفرتون سوى مرة واحدة، وده كان في سبتمبر 1999، في حين لم يتذوق إيفرتون طعم الانتصار على ليفربول في المواجهات الـ 52 الأخيرة في ملعبي أنفيلد وجوديسون بارك. وتوج ليفربول بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات كان آخرها في عام 2006، فيما حصل إيفرتون على الكأس في 5 مناسبات كان آخرها عام 95. 2006 ده من زمان قوي، ولكن من المؤكد ان في التوقيت الحالي من اخطر الفرق في العالم كله هو فريق ليفربول. هاي من المفترض نشوفه السنه دي كده بيكوش على كل البطولات كده بالعربي يعني، والبلدي هيكون بياخد دوري ابطال اوروبا يقدر يحتفظ باللقب، ولا الموضوع هيكون صعب؟ الدوري الانجليزي من جوله لجوله لا تحس ان المنافسه ما بينه وما بين اي حد حتى الوصيف، لا اصبح الفارق في النقاط كبير جدا. كمان كاس الاتحاد الانجليزي بطوله غايبه عن فريق ليفربول وعن جماهيره بقالها سنوات كتيره منذ 2006، ولكن في التوقيت الحالي فريق ليفربول من المفترض يستغل نشوة القوة الكبيرة جدا اللي عنده في كل خطوطه والكيمياء الكبيرة والانسجام ما بين كل العناصر بجانب مدير فني قادر يتعامل نفسيا كمان بجانب التعامل الفني مع الفريق. من المفترض ان نشوف جماهير ليفربول فرحانة في العالم كله في الموسم الحالي ويقدروا يحصدوا اكبر عدد من الالقاب في منافسات مختلفة. نختم جولتنا في التوب 5 بطعم ومذاق خاص هنشوفه في الكالتشيو بداية من النهاردة. كريستيانو رونالدو حدث ولا حرج عن المتعة اللي قدمها والقيمة التسويقية اللي كبرها، أكيد الدوري الإيطالي دوري كبير ولكن بيبقى تواجد نجم بحجم كريستيانو رونالدو بيضيف من متعة الكالتشيو ده من غير أي شك. ولكن لما نتكلم كمان إن زلاتان إبراهيموفيتش أصبح موجود في الكالتشيو فإحنا أكيد لازم نتفرج على الدوري الإيطالي، ظهوره الأول النهاردة وده اللي معانا في خبرنا الخامس. فيقص فريق ميلان شريط مشواره في عام 2020 عندما يستضيف سامبدوريا في الساعة 4 عصر اليوم بملعب سان سيرو ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي الكالتشيو، في مباراة هتشهد الظهور الأول للمهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بعدما أعلن ميلان عن التعاقد مع اللاعب صاحب 38 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية ولمدة 6 شهور مع إمكانية تجديد التعاقد بين الطرفين لمدة موسم آخر. وعاد إبراهيموفيتش إلى فريق ميلان واللي سبق ولعب ليه ضمن صفوفه ولمدة 2 موسم ومن خلالهم قدر ان هو يحرز لقب الفريق في الدوري الايطالي كالتشيو في عام 2011 ده غير كاس السوبر الايطالي كمان. وبيعيش ميلان موسم في الدوري الايطالي حيث بيحتل المركز ال 11 في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة بينما بيحتل سامبدوريا المركز ال 17 برصيد 15 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة. متعة كبيرة جدا اكيد هنتابعها دلوقتي مع الدوري الايطالي بوجود واحد من النجوم اللي ثقته في نفسه بتصنف بالغرور، ولكن يستحق ان هو يكون عنده هذا الكم من الغرور والثقة في النفس بتاريخ كبير جدا، ومتعة اكيد هتكون بتزداد بتواجده في الكالتشيو. كده نكون خلصنا مع حضراتكم التوب 5، وبعد هذا الفاصل هنتكلم عن واحد من الفرق الممتعة مش بس الموسم اللي فات، والحفاظ على المستوى هو من سمات الكبار وده اللي قدر يعمله فريق المقاولون العرب. هنتكلم مع واحد من النجوم ورموز نادي المقاولون العرب الكابتن حمدي نوح في ضيافة، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. تسجيل ما يقرب من 250 هدف طوال مسيرته الدوليه والمحليه، تاريخ كبير جدا مع نادي المقاولون العرب، والحقيقه الواحد بيكون سعيد جدا لما يشوف كوادر كانوا في انديه وازاي النادي بتاعهم عارف قيمتهم وبيكبرهم وبيستغل خبراتهم علشان يكون بيستفيد بقى على قطاعات وعلى مستويات مختلفه سواء على الصعيد الفني او على الصعيد الاداري. مفيش احسن من الكوادر اللي يدوا انديتهم ويدوهم كمان بقلب وبروح كبيره جدا، تاريخ طويل. هكون بتشرف النهارده ان انا اعرف التاريخ واشوف كمان رؤيته مع الحاضر واحد من نجوم واساطير نادي مقاولون العرب الكابتن حمدي نوح. سعيده جدا بوجودك يا كابتن، منور الدنيا. الله يخليك، صباح الخير. صباح الفل عليك. صباح على كل القناه
وبشكرك جدا للمقدمه الجميله دي. ده انا اللي بشكر حضرتك على وجودك معانا. نبدا كده، ليه جت كوره؟ علشان كل الشباب كانوا بيلعبوا كوره زمان وفي الشارع والقعده الحلوه دي، ولا كان في دماغ حضرتك ان الكوره دي هتبقى مشوار احترافي فعلا؟ هو في البدايه ان انا شفت اخواتي الكبار كانوا بيلعبوا الكوره، فكنت دايما ابقى موجود معاهم واتفرج عليهم وكده، فحبيت الكوره قوي. لعبت كوره شراب طبعا في كل حته لغايه ما وصلت لنادي اسكو، وكان عندي 17 سنه. اوكي. فبدات في نادي اسكو مع الكابتن طبعا حسن ابو زيد وعصمت قينون والكابتن محمود شلش. بعد كده حضرتك لعبت بقى في ثلاث مسابقات تحت 18 وتحت 21 والفريق الاول كان درجه ثالثه. المهم طلعنا وصعدنا وجه الدكتور طه اسماعيل مسك الفريق. ايوه. اول ما شافني قال لي يا حمدي انت تتمرن كويس هتبقى احسن لعيب كوره في مصر. قلت له ازاي؟ ازاي يا كابتن، ده مصر مليانه مواهب. شاذلي وكابتن مصطفى رياض وعلي ابو جريشه وخطيب وعبد العزيز عبد الشافي وحسن شحاته. هروح انا في وسط دول يعني ازاي؟ قال لي لا انت عندك امكانيات. فدي عمليه ادتني ثقه. الحمد لله، وتعامل معايا نفسي وفني ووصلني للحاجات اللي انا ناقصاني كملها لي. لذلك نافست هداف الدوري على كابتن حسن شحاته وكابتن علي خليل. لكن اخذوا مني برضو البطوله يعني الهداف. كانت الفروقات ايه؟ 17 كابتن حسن وعلي خليل 16 وانا 14. اوكي. فدي كانت بدايه كويسه ليا في نادي اسكو. وبعد كده حضرتك رحت نادي المقاولين العرب. كان الله يرحمه المهندس حسين عثمان مؤسس المقاولين العرب. وكان الكابتن فؤاد صدقي واللي هو عبد المنعم الحاج. رحت لعبت النادي المقاولين خمس سنوات، خدنا دوري عام. وخدنا اتنين كاس افريقيا، وكنت في كاس افريقيا كنت هداف الكاس الاولانيه. الحمد لله. وبعد كده منتخب مصر لعبت حوالي 10 سنوات. لكن كانت مبارياتي قليله لاني كنت يعني في معظم المباريات كنت بقعد احتياطي. كان مين اللي اساسي ساعتها؟ الكابتن طبعا محمود الخطيب. ربنا يشفيه يا رب. ربنا يديله الصحة. وكان هو يستاهل طبعا هو يكون نمره واحد وانا بكون الاحتياطي بتاعه. تبقى بديل. طيب حضرتك قبل ما نتكلم عن تاريخ اكتر، في وسط كلامك قلت لما دكتور طه اسماعيل قال لك انت هتبقى واحد من اهم الهدافين في مصر، حضرتك قلت له بس مصر مليانه مواهب. مصر دلوقتي مليانه مواهب؟ هو للأسف أنا يعني كنت عايز أتكلم في النقطة دي. إحنا معتمدين على أفريقيا، كل رؤوس الحرب اللي بيجوا بيجوا على مصر. ليه إحنا ما نطلعش رؤوس حرب؟ ليه بقى؟ ليه؟ ليه؟ حضرتك ممكن تقول لنا في تواجدك مع قطاع ناشئين محترم زي اللي في المقاولين العرب. هو إحنا في المقاولين العرب الحمد لله بنملك ملاعب، بنملك مدربين، وبنملك أدوات، وبنملك لعيبة. هو يمكن في نادي المقاولين توافر الملاعب طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك والاسماعيلي وانبي جميع الانديه عندها ملاعب للناشئين وعندها لعيبه وعندها مدربين. هو يجب الاهتمام ان احنا بقى بنعد اللاعب. يعني يمكن في المؤتمر سمعت احمد حسام وهو بيتكلم فبيتكلم في حاجه كويسه جدا، ان احنا نطلع الناشئ ده ان احنا نعده للاحتراف وهو صغير بالحاجات الفنية بالحاجات النفسية، بنعرفه ان الكورة دي هتبقى هي مستقبله. وبالتالي المدربين تزود التدريب شوية لان يبقى اعداد لجسم اللاعب من هو صغير عشان يستحمل بس بقى ماتشات ورا بعض، ما يجيش بعد 10 سنين يقول ده في الدوري ماتشات ورا بعض. هو متمرن من كده وهو صغير. لابد ان احنا نعد اللاعب اعداد جيد كله بالعلم. ونستفاد بالخبرات اللي موجوده عندنا في مصر.
يعني انا صعبان عليا ان يقولوا ان احنا هنجيب اجانب يدوروا على المواهب في مصر. عندنا الخبره، عندنا الدكتور طه اسماعيل، الدكتور طه الطوخي، عندنا كابتن ابو رجيله، كابتن عبد المنعم الحاج، كابتن انوس، كابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن مصطفى رياض، كل دول عندهم خبره كبيره عندهم جدا، عندهم العين اللي تطلع موهبه، عندهم علم، عين وعلم، يعني العلم والخبره نستفاد بيهم الخبره دول ان كل واحد يشتغل لمصر، ما نجيبش حد من بره يعلمنا الشغل ازاي. عندنا الدكتور مفتي ابراهيم، عندنا الكابتن مدحت فقوسة، عندنا اسماء كبيره جدا. لابد ان وزير الدكتور اشرف صبحي يهتم بالناس دي، لان عندهم علم وعندهم خبره وهيقدروا يفيدوا مصر. طيب هل احنا بقى المشكله في الادارات ومجالس الاداره يا كابتن، شايفها ان هي حابه تعتمد على نوع معين من اللاعبين، مش ما بقاش فيه صبر؟ لا، هو يعني يمكن عايز اتكلم على المهندس ابراهيم محلب لما كان ماسك نادي المقاولين العرب، فعمل مشروع البحث عن المواهب وكلف بيه كابتن ريعو، وكان معاهم المهندس محمد عادل فتحي، ناس عندها فكر لقدام. قالوا للكابتن ريعو اطلع، عندنا نادي اسمه عثمان اللي جاي منه محمد صلاح ورمزي خالد واللعيبه الصغيره دي، نهتم ونشوف المواهب. كابتن ريعو طلع بعينه الخبيره طبعا، قدرنا نجيب محمد صلاح ونجيب رمزي خالد ونجيب عبد الوهاب اللي بيلعب دلوقتي في الفريق الاول، ونجيب الحوت، لاعب الديب لاعب كويس جبناه برضو من عثمان. فاقصد اقول ان هو فكر الادارات زي ما حضرتك بتقولي، احنا عندنا دلوقتي المهندس محسن صلاح مهتم جدا باعاده اكتشاف محمد صلاح تاني. عندنا الملاعب وعندنا الاجيال كلها بتاعت نادي المقاولين شغاله، عندنا 7 ملاعب واستاد عالمي. ف يعني اهتمام الادارات طبعا مع اهتمام المدربين بتوظيف اللعيبه، عايزين نطلع روس حربه، جون انتوي والمغربي والافريقي، احنا ليه ما نطلعش من عندنا؟ كل فرقه في قطاع الناشئين لو جينا شفنا 3 فرق اللي هم الكبار مواليد 99 و2000 و2001، دول نقدر نطلع منهم، نشتغل عليهم اكتر، نطور ادائهم، نمرنهم الصبح وبعد الظهر. وفي احنا عندنا 3 فنادق في نادي المقاولين العرب ما شاء الله، يعني النادي الاهلي برضو فيه والزمالك والاسماعيلي والانديه كلها، بس يمكن ضغط الدوري العام هو اللي مأثر في المدربين. يقول انا اجيب لاعب جاهز ويكسبني عشان افضل، لازم يبقى في عندنا في توازن بالظبط، يبقى في رؤيه على المدى القصير ان انا يكون عندي لاعب عنده خبره اوريدي، ويكون برضو عندي رؤيه على المدى الطويل ان انا اجيب لاعب صغير شويه ويكتسب الخبرات معايا بالظبط، ويبقى لاعب من مصر. يعني يبقى لاعب مصري، عندنا روس حربه كويسين جدا وعندنا لعيبه كويسه في الناشئين، لابد ان احنا نهتم بيهم اكتر ويبقى فيه اهتمام اكتر. احنا عندنا في النادي ما شاء الله يعني عاملين اكاديميات بره، كله في خدمه الكره المصريه. لما كل نادي يشتغل ويطلع، رمضان صبحي طالع منين؟ ناشئين النادي الاهلي. عبد الستار صبري لاعب المقاولين، لعب في بنفيكا، طالع منين؟ من قطاع ناشئين المقاولين العرب. فقطاعات الناشئين عليها مسؤوليه كبيره في ظل وجود ادارات عارفه ان الكوره بقت دلوقتي بقت صناعه وبقت بتكسب، بتدخل فلوس. احنا ما شاء الله المهندس محمد عادل فتحي ورا عقد محمد صلاح والنني وراهم، وبفلوس بتدخل للنادي، النادي بيستفيد عشان يصرف على لعيبه اخرى وتطلع مصر ولاده،
مصر بيطلع منها العظماء بيطلعوا من مصر والواحد بيتباهى ان هو من مصر. ده اكيد. طيب حابب اسال حضرتك برضو نرجع مره تانية شويه للتاريخ والوسام اللي حضرتك خدته الرياضه، وسام الرياضه من الدرجه الاولى من سياده الرئيس الراحل محمد انور السادات. انا حضرتك اخدت الوسام ده كان من الدرجه الثانيه من الرئيس الله يرحمه محمد انور السادات، واخدت وسام تاني من الرئيس محمد حسني مبارك ده درجه اولى. لان الوسام ما بيتكررش. الوسام الاولاني خدناه بعد مباراه ليبيا الشهيره في الدوره الافريقيه في الجزائر. ايوه كسبنا ليبيا 1-0 وكان عندنا مشاكل معاهم سياسيه والحمد لله كسبناهم، وبعدين كان حصل مشاكل كبيره بيننا وبينهم في الملعب، وكنت بلعب انا جنب محمود الخطيب ساعتها، قلت له يا محمود اول ما الحكم يصفر يجري على بره عشان بتوع ليبيا هيضربونا، هيحصل اكشن. قلت له انت مش بتاع الحاجات دي، احنا مش بتوع اكشن، اطلع بره. لكن الامور اتحلت الحمد لله واخدنا وسام درجه تانية. لما نادي المقاولين حصلنا على كاس افريقيا لاول مره اخدنا وسام الرياضه من الطبقه الاولى. انا اخدت الوسام دوت لان الوسام ما بيتكررش. فطبعا ده حاجه طبعا الواحد مبسوط بيها جدا، بيبقى ليها طعم. طب انا عايز اسال حضرتك عن صفقه انتقالك من اسكو للمقاولين العرب، تفتكر كانت بكام يا كابتن؟ هو انا يعني انتقلت عن طريق المهندس حسين عثمان ب 110,000، لكن نادي ما اسكو ما اخدش فلوس. عملنا بس على فكره ده رقم كبير، 110,000 عمل شركه المقاولين، بنت مدرجات ومركز طبي ومسبغه. ده في عام 78، فاحنا بنتكلم ان ساعتها ده مبلغ يعني مبلغ كبير جدا. انا اخدت 7,000 والباقي ال 103,000 تقريبا دول ثمن الانشاءات. والمسبغه بقت باسمي، يقول له شغال فين؟ يقول له في اسكو. فين؟ في مسبغه حمدي نوح. الضرايب جت ورايا. أيوة. بجد الضرايب؟ ايوه. ايه ده؟ كله بيقول فاكرينها ملك حضرتك يعني. لا هي مش ملك، مش ملك، الاسم بس. الاسم بس. كلف كتير. طيب دكتور طه اسماعيل يعني واحد من نجوم الكره القريبين للقلب وتاريخ كبير جدا سواء كلاعب سواء كمحلل، تاريخ حضرتك معاه وممكن مواقف كده ما بينكم وبين بعض. ده يعني ابويا. يعني الدكتور طه اسماعيل كان لاعب في النادي الاهلي وكان راس حربه وانا راس حربه، فلما شافني في اسكو وقال لي الكلام دوت فبدا يزودني من النواحي الفنيه. انا كان رجلي الشمال دي ما تشتغلش. الدكتور طه قال لي لازم رجلك الشمال تبقى اقوى من اليمين. فالحاجات الفنيه اللي اداهاني دي وكان بيعاملني كابنه اثر فيا جدا. طبعا مع كابتن انوس وكابتن عبد المنعم الحاج، كابتن فؤاد صدقي، وكباتن كتير مرنوني، لكن يمكن الشيخ طه كان بيعاملني كابنه بالظبط. يعني مره رجليا كان في جبس وبقشني، فقلت له يا كابتن انت بتشني يا كابتن طه. فيعني المعامله النفسيه هي دي اللي بتخلي اللاعب دايما مدين لمدربه. محمد صلاح انا اديته الحاجات اللي اداهاني الدكتور طه اسماعيل، هو والنني وعلي فتحي وشريف علاء ورمزي خالد ومحمد عادل ابو حطب، دول كلهم لعيبه الحمد لله. يعني فاقد الشيء لا يعطي. انا اتعلمت وسمعت كلام المدربين وفادوني، كل المدربين فادوني. العطاء اللي حضرتك اخدته من المدربين اديته للعيبه تانيه، اديه للعيبتي. وهو ده انا عملت ثقافه كده. المشاركه للخبرات ديت مش عند اي حد، عشان كده ممكن اللاعبين يبقوا شاطرين جدا في الملعب كلاعبين، ولكن كمدرب هو مش عارف يشارك خبراته ديت مع لاعب وينقلها له. بالظبط. انا اللي استفدته وتعلمته من المدربين كنت بتعامل مع اللعيبه، وانا في الامارات برضو في نادي العين لا انسى نادي العين ابدا، انا قعدت 9 سنين في نادي العين وعندي علي الوهيبي وشاب احمد وزبيط خاطر
مجموعه لعيبه كتير برضو انا طلعتها الحمد لله بالعمليه النفسيه. العامل النفسي اهم حاجه في حياه لاعب الكره. البدايه من الامارات يا كابتن كانت في عالم التدريب كانت يعني فرصه اعتقد في التوقيت الحالي كمان ما كانتش سهله قوي، يعني جت ازاي؟ لا انا بعد ما اعتزلت الكوره ولعبت للاسماعيلي 5 سنوات بعد المقاولين العرب حسيت بطعم الكوره فاخدت دراسات تدريب ورحت الامارات. قعدت 9 سنين معايا فريق في نادي العين ورحت نادي الجزيره في ابو ظبي 3 سنين. بس في نادي العين اتعاملت كويس جدا من ولي العهد الشيخ محمد بن زايد والشيخ هزاع بن زايد ومحمد بن ثعلوب وكابتن خالد سالم، دول لا يمكن انساهم ابدا. كانوا بيحبوني جدا وبيعاملوني معامله كويسه وعارفين انا بعمل ايه. قالوا لي احنا تقديرك كبير عندنا لانك انت بتكون لنا ناشئ كويس. ايوه اولادي لعبوا منتخب، لعبوا منتخب امارات، علي الويبي وشاب احمد، وقدمت لعيبه كتير والحمد لله. هو ده عمل المدرب. عمل المدرب مش يشخط ويه. لا شوقي غريب نجح مع المنتخب الاولمبي وناجح لان شوقي وصل للاعب، يعامل اللعيب كابنه، فدي بتفرق كتير جدا. رمضان صبحي مع شوقي غريب شوف عمل ايه، عمل ايه لمصر، لانه خلاه كابتن المنتخب واداله وضعه، اداله صلاحيات بالظبط. فهي عمليه نفسيه. حسام البدري اللي اتمنى ان هو يعني ربنا يوفقه لان حسام مدرب كبير وجاي في وقت مش كويس، لكن هو برضو يعني انسان كويس ومحترم. هيقعد مع شوقي ويرتبه مع بعض لاسعاد مصر، مش كل واحد بيشتغل لوحده. وهيستفاد يعني حسام هيستفاد من شوقي لان شوقي عارف اللعيب المنتخب الاولمبي ايه اللي ناقصه وعارف نوعيه كل لاعب، فبالتالي هيسهل مأموريه حسام البدري والاثنين عايزين يساعدوا الجماهير المصريه. ده اكيد بنأمل كمان منتخبنا الاول لكره القدم في التوقيت الحالي كده نبتدي نشوف من معسكر لاخر بنطمن كده على القوام الاساسي ليه. من 80 ل 83 كانت الفتره الازهى بالنسبه لنادي المقاولون العرب بالحصول على الدوري وايضا بطولات الكاس حضرتك كنت بتتكلم عليهم. ازاي نادي المقاولون العرب قدر ان هو يحقق البطولات ديت في ظل تواجد اكيد الاهلي والزمالك؟ ايه اللي كان بيمتلكه زياده في التوقيت؟ ان احنا حضرتك اتعاملنا في المقاولين العرب سعيد الشيني وجمال سالم وزمزم وعبوده والمجموعه القديمه دي، الجيل القديم ومجدي مصطفى ومجدي درويش. احنا اتعاملنا في نادي المقاولين العرب اساس الاحتراف. احنا كنا بنروح النادي الساعه 12 نتغدى ونقعد نستريح لغايه الساعه 3 ونتدرب ونتعشى ونروح. فعيشنا الاحتراف اساسه ان احنا عايزين نعمل حاجه. وطبعا الله يرحمه المعلم عثمان احمد عثمان كان عنده يعني قال ان احنا عايزين ناخد الدوري وعايزين نكسب الاهلي والزمالك. فدي كان دافع عندنا. وكان عندنا مجموعه لعيبه مجدي كامل وجمال عبد العظيم ومصطفى عبد الفضيل وسيد الظابط ومجموعه كبيره والاجيال اللي قبلينا يسرى عبد الغني ومحمد عبد الحميد. الاجيال اللي قبلينا طلعوا من ثالثه لثانيه لاولى. وبعدين كابتن فؤاد صدقي قدر يجيب لعيبه كويسه، جابني انا. انا ما كنتش كويس يعني قوي. لا طبعا مش عايز تشهد لنفسك بس جاب الكابتن جمال عبد العظيم والكابتن مجدي كامل واللي هو الله يرحمه كابتن مصطفى عبد الفضيل وجاب عبوده وجاب مجدي مصطفى وكان في موجود سعيد الشيشيني وجمال سالم ونبيل عمار ونبيل ابراهيم وعلاء نبيل ورضوان. كانت مجموعه تحس ان احنا كده لما رحنا كاس افريقيا بقينا نحتك ونلعب باسم مصر.
رجعنا جبنا عبد الرزاق كريم وقلنا من السودان وانطوان بيل. فجبنا اللعيبه دي اخذنا الدوري. كسبنا الاهلي مرتين في الموسم وكسبنا الزمالك اخذنا الدوري. فدي كانت حاجه يعني فكر المقاولين العرب دايما المنافسه والوجود في وسط الانديه. التاريخ بيعيد نفسه. مع كابتن عماد النحاس. التاريخ بيعيد نفسه. كابتن عماد مدرب متزن وعامل توازن في الفريق، لذلك النتائج بسم الله ما شاء الله ماشيين تاني من بداية الدوري. معاه جهاز كله من ولاد النادي، علاء ورامي كلهم من ولاد النادي وشغالين كويس جدا. معهم المهندس محمد عادل المشرف العام بيحقق لهم كل حاجة عايزينهم، مع المهندس محسن صلاح رئيس النادي بيبقى قاعد في المدرج كأنه بيلعب مع اللاعبين. عايزين يعيدوا أمجاد المقاولين العرب تاني ونروح البطولات الأفريقية. من حق المقاولين يرجع تاني ان شاء الله. الموسم ده واضح ان هو ده الهدف اللي في دماغ الجهاز الفني ومجلس الاداره واللاعبين، ان هم يكونوا محافظين على حظوظهم في المربع الذهبي للمشاركه في الموسم القادم، سواء بقى في الكونفدراليه او في دوري ابطال افريقيا. خليني اسال حضرتك عن الاسباب بعد الثلاث سنوات دي من وجهه نظر حضرتك، ليه المقاولين ما قدرش يحافظ على الحته اللي هو كان فيها؟ التنافس بقى اقل شويه. هو يمكن تغيير في الاجهزه الفنيه باستمرار هو ده اللي عامل كده. لكن المقاولين بيملك قاعدة جامدة جدا، قاعدة ناشئين جامدة جدا. وبعدين ما بيقدرش لأن النادي بتصرف عليه الشركة. فكانت الأمور يعني واقفة لغاية ما المهندس محسن صلاح بدأ يعمل حاجات كويسة للشركة، لذلك الشركة هي اللي بتدعم النادي. يعني احنا نادي شركة. فالحمد لله يعني دلوقتي مجلس الإدارة حاطين قدامهم يعني تخطيط لقدام. يمكن الفترة اللي فاتت شوية المقاولين العرب كان في خلال الخمس سنوات اللي فاتوا يمكن برضو تغيير في الأجهزة الفنية، لكن مفروض ان احنا بنعطي الأجهزة الفنية دي. يعني الكابتن عماد النحاس الآن بيلعب بدون ضغط. المفروض ان المقاولين العرب بينافس في الاربعه الاولانيين. ايه الاسباب اللي رفعت من عليه الضغوط يا كابتن مجلس الاداره وثقته فيه؟ ولكن برضو انا لازم اقول ان لما تكون بتتنافس كده وفي مربع ذهبي دي برضو ضغوط بعض الشيء على اللاعبين. ضغوط وكذا. لكن ما عندناش الضغوط اللي هي بتاعه الاهلي والزمالك. كجماهير بقى الاسماعيلي. ايوه الانديه الجماهيريه والاتحاد وكده والمصري. الجماهير بتاثر طبعا في الاشياء دي، لكن عماد قادر يعني ايه ماشي كويس جدا والناس بتحبه لانه انسان متواضع وانسان محترم وانسان بيفرض اسمه على مصر. كنت شايفه يا كابتن في التوقيت اللي كانت الاسماء المرشحه لقياده منتخبنا الاول لكره القدم، ولما كان اسم كابتن عماد نحاس مطروح، ولكن في توقيت ما قالوا يجي كمدرب عام. بالظبط، مش ان هو كمدير فني. كانت رؤية حضرتك ايه لللقب ده ورؤيتك ليه ان هو يصلح ان هو يكون الرجل الاول مع منتخبنا؟ لا، هو دي يعني الخطوه اللي خدها دي او اللي حصل بالظبط دي في صف كابتن عماد. ليه؟ عشان الانسان دايما بيحب يكون الاول. ما اروحش انا كمدرب وعايز اعمل اسمي واروح ابقى مساعد. كلمة مدرب عام دي يعني مساعد. لكن هو عنده طموح وده مشجعه. كابتن عماد اشتغل في الناشئين في النادي الاهلي، اشتغل في اسوان، اشتغل في طنطا. كل الانديه دي كانت يعني في ضغط بالنسبه له لحته الهبوط. لما جه المقاولين العرب وخد الفرقه وهي يعني تحت، فبدا يشتغل. وكل ما الانسان بيشتغل اكتر ربنا سبحانه وتعالى بيوفقه، ومعاه جهاز عنده امانه.
والمهندس محمد عادل معاه على طول. يعني المهندس محمد عادل ربنا يديله الصحه بيروح الماتشات كلها ويقعد على الدكه، ولو حتى التحكيم ضد نادي المقاولين العرب مفيش اعتراض. أيوة. بنعترض بطريقه رسميه، وهو ده المفروض ان الانديه كلها ما تجيش على الحكام. الحكام بتخطأ، لكن نمشي رسمي بدون شد. زمان يا كابتن لما كان حكم بياخد قرار غلط كان اللعيبه بتعمل ايه والجهاز الفني؟ لا احنا كنا لعيبه ملتزمين. التهجيم ده على الحكم اللي احنا بنشوفه دلوقتي، لا دلوقتي ما كانش فيه كده زمان، ولا لا تشويح، ولا انك تحط كده عينك في عينه كده والرعب ده. لا هو كان فاروق جعفر بس يمثل في ضربات الجزاء وكده. صباح الفل على كابتن فاروق طبعا. كابتن فاروق وكابتن حسن شحاته دول كباتن كبار، شويه سيميليشن كده ما يدروش يعني كده. لا فاروق كان يمثل على الحكام، لكن ما كانش في حد يعني بيتطاول على الحكم. للاسف الواحد دلوقتي بيشوف لعيبه ولعيبه دوليه. نعم. ليه يعني لو حضرتك شفت محمد صلاح اكن ملوش دعوه بالحكام دي. لا هو محمد صلاح دخل في المنظومه الاوروبيه سريعا وخلاص، بقى محمد صلاح مش هنبص له كلاعب مصري، بنبص له كلاعب كره قدم عالمي، فتصرفاته زي تصرفات كل النجوم العالميه. اللاعب ده قدر يتعايش مع الاحتراف ومع ايه اللي هو عايزه. التركيز في اللعب احسن. انا شفت مباراه الزمالك امس. انا شفت 10 دقائق نادي الزمالك لعبها، لو يلعب كده بالاحتياطي يعني في لعيبه اساسيين قاعدين، فرجاني ساسي واللي مشي واللي هرب واللي بعد. انا عايز نادي الزمالك يلعب باللعيبه دي اللي عندها روح. 10 دقائق قدر يسجل هدفين ويضيع 3-4. هي دي الروح، هي دي الروح اللي بتكسب النادي الاهلي. هي دي الروح اللي بتكسب نادي المقاولين العرب. اللي بيفرق بين نادي ونادي روح اللعيبه. ايوه. والاداء بتاعهم هو ده اللي بيفرق. وبعدين احنا هنا عندنا لابد ان احنا الاخلاق اول واحد، اول حاجه الانسان. انا باجي التلفزيون او التلفزيون بيبعت لي لاخلاقي وللفن اللي انا قدمته. مش لعصبيتي. انا بزعل قوي اشوف المدربين اول مباراه ما تبدا يمشوا صف يسلموا على بعض ويبوسوا بعض. بعد المباراة بقى؟ وبعد المباراة كل واحد يضربوا بعض. التاني. فدي حاجة غريبة. حاجة حاجة يعني اللعيبة اللي بتتحاسب ان هي بتبقى عنيفة كده مع الحكام، اعتقد ده ان بيرجع ان هتلاقي المدرب برضو يعني هو باصص على الأكبر منه، المفروض يكون أهدى منه، دي تصرفاته، فطبيعي ان هو كمان تتنقل له يعني. المدرب قدوة. أنا بيعجبني مثلا كابتن طلعت يوسف. كابتن طلعت هادي. قاعد بيشوف الملعب. ما يشوفش، ما يبصش على الحكم. او هو ماتش اللي فات برضه قام اعترض معلش على الاتحاد. لكن يهمني انا ان المدرب يبقى قاعد ويشوف اخطاء فرقته ويشوف هيكسب ازاي. بدل العصبيه ويكلم الحكم كل شويه. المدرب ده يكلم الحكم، والمساعد يقوم يكلم الحكم، والمساعد التاني يقوم يكلم الحكم. يعني اقصد سيبوا الحكم يحكم. كل واحد يشتغل عمله. الأخلاق هي اللي هتفضل. لعيب الكرة مهما يوصل إذا لو ما عندوش أخلاق الناس مش هتتعامله كويس. طيب هسأل حضرتك عن التجربتين سواء مع المقاولين العرب أو مع الإسماعيلي، إيه أوجه الاختلاف وإيه الأقرب لك؟ المقاولين العرب طبعا قضيت فيها أحلى 5 سنوات. وبعدين كان بيجي لنا جمهور مصري في الماتشات الافريقيه. لكن لما رحت الاسماعيلي الجماهير. الجماهير اللي احنا محرومين منها. خلاص بقى يعني انا بلاعب بالنادي الاهلي وادخل 15 لاعب من 15 واحد من جمهور والنادي، حاجه مش كويسه. احنا بنطلب من الامن ان شاء الله الناس بتتغير ما بتعملش مشاكل،
عايزين نتفرج على الكوره بالجماهير. ده دلوقتي المدربين جايين على الحكام، امال الحكام دي لو اخطات والجماهير موجوده هي دي هتبقى برضو يعني في حاجه غريبه. لابد ان المدربين الحكام تشتغل في جو ما فيهوش ضغط عدم وجود جماهير، لكن لما بتيجي الجماهير طبعا. بس زمان كانت الجماهير بتعمل ضغط ولا ما كانتش يعني بتبقى دايما الجماهير؟ لا الجماهير كانت يعني انا بلعب ضد الاهلي الشتم، العب ضد الزمالك الشتم، اروح اسكندريه شتيمه بس دمها خفيف. لا يعني شتيمه جماعيه يعني ايه؟ يشتموني دمها خفيف. كل ما يشتموني العب كويس. حافز يعني. يعني كل ما يشتموني اروح لاعب كويس واروح اغيظهم. يعني كان يشتموني اكتر مناكفه يعني. بالظبط مناكفه، مش شتيمه. بالظبط. لا شتيمه مش عايزينها في الملعب. حب يعني. يعني بينكشوا كده عايزين يطلعوك عن تركيزك بتاع كده. اروح انا العب كويس قوي. احسن. واروح اغيظهم. مره نادي الجماهير نادي الزمالك وانا معدي هنلاعبهم في اسماعيليه. فعديت فجماهير الزمالك قالوا لي ايوه يا كابتن حمدي احنا كسبنا الاهلي الماتش اللي فات. طيب قلت لهم مبروك مبروك مبروك. دخلت اوضه اللبس ورجعت رحت جايب جول. قالوا لي طلعت جاسوس. وفي الاول مبروك وبتاع. رحت لهم بعمل لهم كده قالوا لي الله انت طلعت جاسوس. دي كوره ما فيهاش هزار. طيب هل توقعت حضرتك ان الموسم الحالي هيكون للمقاولين العرب افضل من الموسم اللي فات؟ يعني الموسم اللي فات انهائه في المركز الخامس بالرغم ان كان في البدايه متعثره. الموسم الحالي الشكل كمان افضل، الحفاظ على المستوى توقعته حضرتك بل كمان الارتقاء بيه، ولا متفاجئ شويه بالشكل المقاولين؟ لا انا بصراحه في وجود عماد اول ما جه عماد انا حسيت ان نادي المقاولين هيعمل حاجه. لان عماد جه في بدايه كان المقاولين متاخر وكان معاهم برضو مدرب كويس كابتن علاء نبيل. بس كان التوفيق غايب عنه. عمل فرقه كويسه لكن النتائج ما كانتش في صف علاء. لما مشي علاء ترك الفريق لانه غير محظوظ. وجه عماد فبدا الفريق يوصل للمركز الخامس. بالتالي لما بتوصل للمركز الخامس وكان قريب ان هو يوصل للرابع. صباح الخير على حضرتك يا باشمهندس. اهلا صباح الخير عليك وعلى كابتن عمدي نوح وعلى الساده المشاهدين وعام سعيد على مصر والمصريين كلهم بخير. امين يا رب على حضرتك. نبدا كده من الحدث او الحديث الاهم في التوقيت الحالي مع انطلاقه شهر يناير، هل في مراكز سيتم التدعيم فيها خلاص الكابتن عماد النحاس حاطط ايده عليها في التوقيت الحالي؟ لا هو طبعا لازم نكون منطقيين وواقعيين. فرقة الحمد لله جاهزة في أكثر من لاعب كان وأهلا إن شاء الله من المركز وحاليا مفيش أي اتجاه إن احنا نجيب لعيبة تانية. ده اتجاه على فكرة لواحد لازم يشيد بيه إنه مش الصفقات وخلاص، يعني لازم يكون في صفقات برضو لو الفريق في احتياج ليها. الموسم الحالي طموحاتكم من جولة لجولة يا باشمهندس أصبحت بتتغير ولا هو طموح واحد منذ انطلاقة الموسم هو الوصول لمربع الذهبي للمشاركة الإفريقية في الموسم القادم؟ هو خلي بال حضرتك إن ده طموحنا بعد أكثر من سنة. هل في التوقيت الحالي وشايفين الفريق بشكل عام متكامل وعناصره كلها مؤثرة بشكل كبير وهي سبب أساسي إن الجمعية لدى نادي مقاولون العرب هي الموصلة للمكانة دي مش نجم أو حد، هل كان في عروض للحصول على خدمات بعض اللاعبين من المقاولون العرب بعد الأداء المميز في الجولات اللي فاتت؟ هو لازم تكوني واثقة تماما اللي مدينا هذا الأمل وهذا الطموح هو مجموعة اللاعبين طبعا الأبطال. مجموعة لاعبين أبطال في كل شيء سواء في أخلاقهم في روحهم في فنياتهم في تماسكهم مع بعض طبعا. مجموعة فعلا تشجعك على أن أنت يبقى عندك طموح عالي وهو طالما الطموح موجود عند اللاعبين معانا الإدارة الفنية بقيادة الكابتن عماد النحاس وزملائه المعاونين ليه قيادة المهندس محسن صلاح على رأس هذه المنظومة
ودعم للناس كلها، تشجيع الكباتن الكبار القدام دول، وهم دول قدوه للعيبه بتاعتنا حمدي. وانا مش عايز اخو جمال وسعيد ورضوان، مش عايز عشان ما انتش اسماء. النهارده في التفاف كله والتف حول الفريق، فاعتقد ان شاء الله ان احنا هيكون نعمل والتوفيق من عند ربنا. مفيش شك ان خلي بال حضرتك ان لعيبه كتير، وانا بقولها تحب تلعب في الدوري العربي زي ما في برضه مدربين كتير يحبوا ويلعبوا، لان الدوري العربي منظومه متكامله ثابته هاديه بتدي لكل واحد في مكانه حقه اللي يقدر يمارس بيه الدور اللي هيعيده. ولكن في نجوم كتير، هل كان في فعلا انديه حابه تحصل على خدمات لاعبين في الميركاتو وانتوا رفضتوا، ولا اصلا الدنيا كانت مستقره ومفيش حاجات اغرت مجلس الاداره او اللاعبين؟ لا، عشان نكون صادقين مفيش حاجات لاي حد من اللاعبين، واحنا ما عندناش اتجاه غير ان احنا نصفر بره. تمام. يعني احنا بنسعى ان احنا نصفر بعض من لعيبتنا، عندنا لعيبه شايفين انها تصفى للخارج، فان شاء الله ربنا يوفق. انهي اعمار يعني حاجة بتتكلم في النجوم دلوقتي في الفريق الاول، ولا باصين شويه على قطاع الناشئين؟ ممكن ناس بتلعب في الفريق الاول وفي ناس في التشقين، واحنا في اي حد هتجي له حاجه بره حتى معايشات احنا بنديله الفرصه دي. دي حقيقة. طيب كابتن محمد طلعت واحد من نجوم نادي مقاولون العرب في التوقيت الحالي، ممكن برضو حضرتك توصلنا لاهم ما جاء في الازمه فيما يخص توقيعه لنادي مقاولون العرب في سموحه، يعني ايه اللي وصل للاعب مع الاتحاد؟ والله انا مش عايز اقول الازمه، لان انا لحد دلوقتي ما جاليش حاجه، لان اللاعب انا عقده ممتد عندي، وما اعتقدش ان نادي سموحه يكون تعاقد معاه وهو متعاقد معايا. يعني انا بستغربها، لان انا العقد ممتد. لو كان السيد سموحه مضاف اول يناير كان المفترض انه بيسال اتحاد الكوره وبياخد البيانات وبيخسرني عشان يعرف اللاعب عقده ممتد ولا لا. يعني انما مع كل الامور لو جات لنا اي شيء من الاتحاد، احنا من منطلق التعاون مع طبعا اداره نادي سموحه بنشوف ايه حل الامور في الطريق الودي ان شاء الله. لكن موفقين باذن الله. مقاولين العرب، خلي بال حضرتك، اتفضل، ليسوا طرف القضيه. مقاولين العرب مد للاعب بتاعها، اذا كان هناك بقى خطا ما بين اللاعب، بيقع على اللاعب. اللاعب بيقع على اللاعب فقط، وده بقى لو حتى لو خد فلوس تبقى مشكله في المحاكم. اتحاد الكره، انا مدد له وقع موقفي سليم. مش معنى الكلام ده، لكن برضو احنا في النهايه ما بنحبش نخلي الامور تاخد حجم اكبر من التفاصيل. موفقين باذن الله. ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا باشمهندس محمد عادل المشرف العام على فريق مقاولون العرب، نورت الدنيا. بعود مره ثانيه للحديث معاك يا كابتن حمدي. ممكن نختم كده الكلام بطموحات حضرتك، نفسك تحقق ايه؟ حققت حاجات كتيره، ايه الحاجات اللي ممكن تكون لسه عايز تعملها؟ انا والله انا مش عايز اي شيء، انا حققت حاجات والحمد لله راضي على كل الرضا على اللي حققته. انا لعبت في 3 أندية ولعبت منتخب مصر ودربت في الامارات ودربت في نادي المقاولين العرب، يعني عملت كل حاجه. لكن عايز اقول لحضرتك محمد سمير ده مدافع عندنا جايب 5 أهداف، ده بيدل على ان فريق المقاولين لا يعتمد على النجم الاول. انا مش عايز حاجه، انا عايز غير بس رضا الله سبحانه وتعالى عننا، وعايز نادي المقاولين العرب يبقى فوق ويرجع لافريقيا تاني، لان انا اتفقت مع المهندس محمد عادل ان انا هروح معاهم افريقيا. حضرتك لازم يعني باذن الله قدمت البعثه. والبشمهندس محمد عادل وعد ان هم ان شاء الله هيقدروا يوصلوا للمربع الذهبي. احنا بنستمتع بوجود فريق زي مقاولون العرب بيتنافس بكوادر كتيره فيه، بقياده فنيه محترمه من قبل واحد من نجوم منتخب مصر ونادي الاهلي السابقين الكابتن عماد النحاس، ولاعيبه صغيره ولاعيبه خبرات، ولكن بيبقى الطموح واحد ان هم بيموتوا نفسهم طول الماتشات وفي كل البطولات. هم بيلعبوا بروح لان مجلس الاداره كله بيدعمهم وعايزين الاحسن. واي لاعب بيأدي اداء جيد او فريق بكامل هتجيله فرصه احتراف في حته تانية. يعني سعره يعلى، فالكوره دلوقتي بقت يعني
بقت حاجه صناعه. كل ملعب كويس رمضان صبحي ممكن يروح اوروبا دلوقتي مستريح لانه ادى اداء جيد كل الناس بيشوفوه. فدي فرصه كويسه للعيبه نادي المقاولين، واتمنى لنادي الاسماعيلي برضو الوصول لاعلى، لان نادي الاسماعيلي انا لعبت فيه وتشرفت ان انا لعبت فيه، فعندي المقاولين والاسماعيلي. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن ونورت الدنيا كابتن حمدي نوح، واحد من اساطير بقى كره القدم على مدار سنوات كتيره جدا، وواحد من كوادر نادي مقاولون العرب، نورتنا وبشكرك شكرا. انا بشكرك جزيلاً. والله يا كابتن ريهان بشكرك شكرا، وبشكر كل قناه تايم سبورتس. بشكر حضرتك. مشاهدينا خلونا كده نطلع لفاصل، وبعد هذا الفاصل نتكلم برضو عن بعض الانديه الاخرى بعيدا بقى عن الانديه اللي معانا في الدوري الممتاز. هيكون معانا كابتن باسم عادل مدير الكره بنادي الشرقيه للدخان، خليكم معانا. بعيدا عن الدوري الممتاز بنشوف منافسات قويه جدا بنتابعها في دوري القسم الثاني وكمان دوري القسم الثالث، كلهم فيهم نجوم وكلهم فيهم طموح كبير جدا ان هم يكونوا بيحققوا حاجات، لان ان انت تكون بتطلع من القسم الثالث للقسم الثاني ومن القسم الثاني للقسم الاول دي سيناريو دارج. وشفنا نجوم كتيره جدا بداوا مسيرتهم ان هم بيكونوا في القسم الثالث وصولا للقسم الاول وصولا لمنتخب مصر، ونجوميه كبيره جدا بيعيشوها. دلوقتي فريق الشرقيه للدخان متصدر جدول الترتيب وفارق مريح جدا عن اول فريق هيكون بينافسه او الوصيف فريق جولدي ب 34 نقطه، فواضح جدا ان الموسم الحالي بالنسبه للفريق ماشيين فيه بشكل جيد جدا. منورنا الكابتن باسم عادل مدير او المشرف او مدير الكوره بنادي الشرقيه للدخان. صباح الخير يا حاج كابتن، منور الدنيا. مساء الفل عليك. الله يخليك. طيب جدول الترتيب انا شايفه ان في واضح وصولا للجوله ال 13 ان فريق الشرقيه للدخان ماشي بشكل جيد جدا جدا. الحمد لله، احنا السنه دي الحمد لله كان الاعداد بدري، لان احنا الموسم السابق انهينا المسابقه بشكل مش كويس، يعني ما لقاش باسم شرقيه للدخان، فابتدينا اعداد للموسم الجديد من نهايه الموسم اللي فات. الحمد لله ربنا كرمنا، تعاقدنا مع الكابتن علاء ابراهيم من اخر 8 مباريات الموسم السابق وادى بشكل كويس، فكان في فرصه ان احنا نبتدي شغلنا بدري. انتقينا مجموعه من اللعيبه الحمد لله على اعلى مستوى. الاعداد كان كويس، ابتدينا بمعسكرات بره القاهره وكده، والحمد لله النتيجة بانت الحمد لله في المباريات بتاعتنا. طيب واضح من كلام حضرتك ان كان في ابقاء على الجهاز الفني. جبنا الكابتن علاء الموسم اللي فات. ودي حاجة جيدة، ما انا قصدي اللي انت تكون عندك بالظبط، ان انت تساعدك على فترة اعداد محترمة بهدوء واختياراتك انت اللي تكون مسؤول عنها كجهاز فني. الحمد لله. طيب المنافسة في القسم الثالث، يعني القسم الثاني صعبة جدا بالمجموعات الكتيرة والتقسيمة ديت بتخلي المنافسة شرسة جدا. الشكل والكورة اللي بتتقدم في القسم الثالث قربنا منها كده. طيب انا هقول لحضرتك على حاجه، هو مبدئيا هو اصعب مسابقه على مستويات الاقسام الاربعه هو مسابقه القسم الثالث. دي الثالث مش الثاني. هو اقول لحضرتك ليه، انا عندي في القسم الثالث احنا المجموعات متقسمه 12 مجموعه. بيصعد من ال 12 مجموعه الاوائل وبيهبط اخر 5 فرق. الاوائل دول بينضموا لدور الترقي، بيتم بينهم تصفيه ثانيه، بيصعد من 160 نادي 3 انديه فقط. فطبعا ديت منافسه انا شايفها يعني اصعب من منافسات كاس العالم بالنسبه للقسم الثالث، وده بسبب تطبيق نظام دوري المحترفين. طبعا ده يعني احنا كلنا نتمنى التطور للكره المصريه، وفعلا ان دايما بيكون دوري القسم الثاني بيبقى قوي وبيبقى مجموعه واحده، بس انا بتكلم على استراتيجيه موجوده بقى لها 20 سنه، مش هينفع ان انا اطبقها في سنه واحده. ديت هتعمل عندي مشاكل، هتحتاج ان انا الفتره الجايه اوفر موارد ماديه للانديه ديت عشان خاطر انا يبقى مجموعه 24 فريق. فالموضوع احنا نتمنى ان هو يتطبق، بس مش السنه الجايه، يتم وضع استراتيجيه على 3 سنين او 4 سنين ان احنا نطبق نظام دوري المحترفين. طيب مش قال حضرتك فكره تطبيقه، لان انا بتكلم مع اي حد من مسؤولين او اجهزه فنيه مع انديه القسم الثاني او الثالث بيتكلم عن القيمه في السفر والاستهلاك المادي اللي هيكونوا لازم يكون متوفر علشان يتقلب دوري محترفين، حضرتك حاسس ان هي حاجه قابله للتنفيذ؟ في الوقت الحالي لا، انا بصراحه احنا في اجماع شبه اجماع طبعا من انديه الجمعيه العموميه كلها برفض تطبيق نظام دوري المحترفين. وكان في المجلس السابق للاتحاد المصري لكره القدم كان في اجتماع مع الكابتن احمد شوبير والكابتن احمد عبد الكابتن احمد مجاد والكابتن مجدي عبد الغني، وتم التصويت بالاجماع بعدم تطبيق
دوري المحترفين الموسم الحالي. فانا هتكلم على مشكله هي يعني مش مشكله بس هتواجه انديه زي نادي شرقيه الدخان. لا في انديه ثانيه يعني ممكن نادي شرقيه الدخان ممكن فيه وفره في الماده شويه او متوفر فيه امكانيات. في انديه ثانيه انديه في الصعيد وانديه في بحري وكده مش هتتحمل تكلفه السفر. الموضوع هيبقى صعب هيبقى مكلف. الحاجه الثانيه الحافز اللي الاتحاد هيقدمه للانديه ديت مش كافي. يعني الاتحاد يقول لك في حاله صعودك دوري المحترفين انت بتاخد 5 مليون. طب 5 مليون ديت هتكفيني ان انا اعمل تعاقدات مع لعيبه؟ هتكفيني في معسكرات مكافئات تغذيه؟ الوضع طبعا دلوقتي الكوره حضرتك شايفه المبالغ اللي بتتعاقد فيها مع الانديه الكبيره مع الانديه الصغيره مع اللعيبه الصغيره بتبقى حتى مبالغ مبالغ فيها. طبعا انا عشان اطبق الكلام ده خلال سيزون او خلال موسم الموضوع طبعا هيبقى صعب. انا مش عايز اقول مستحيل بس هيبقى صعب طبعا تطبيق في التوقيت الحالي. لان حتى في انديه كتير ممكن تصرف وما تصعدش فدي بقى يعني هيبقى ظروف. انا قلت لحضرتك قبل الفاصل احنا قابلنا سوء حظ الحمد لله يعني السنوات السابقه. احنا نادي شرقيه الدخان كان بقياده كابتن ابو بكر فوضى صعد للترقي اكتر من مره للصعود للدوري الممتاز الف. وكان الفاصل بيننا وبين دوري الممتاز الف 30 ثانيه. ومجرد جون ممكن يدخل فيك في اخر ثانيه يضيع مجهود موسم كامل. بالظبط الوضع ده اتكرر معانا واتكرر مع نادي زي نادي السكه الحديد انديه مؤسسات كبيره. الموضوع مش اللي هو يعني حاجه لا حاجه صعبه جدا. انت بتتكلمي في 160 نادي 160 نادي دول في الاخر هيصعد منهم ثلاث انديه بس. طب التكاليف اللي انا بتحملها طول السنه ديت هتبقى بالنسبه لي انا مشكله ان انا اوصل للمرحله الاخيره. انا جيت في سنه من السنين كان الموسم قبل الماضي انا كان الكابتن ابو بكر المدير فني كان كسب المطوشه كلها وصل للنقطه 64 واتغلب اخر ماتش ما صعدش. ايوه فالموضوع احنا شايفينه المفروض يكون فيه اعاده النظر بس في تطبيق نظام دوري المحترفين. طيب في مفاجات متابعها في نتائج الماتشات في دوري القسم الثالث انديه كان غير متوقع تظهر بهذا الشكل ولا الدنيا الانديه المتوقعه ليها التالق هي هي؟ هو لا لغايه دلوقتي الموضوع الامور ماشيه طبيعيه يعني الانديه اللي هي معاها امكانيات ماديه هي اللي بتقدر تكمل طبعا باستثناء نادي زي نادي جولدي. انا يعني المنظومه ديت شغاله باقل التكاليف ومحققه نتائج كويسه. يمكن هو ده الاستثناء الوحيد. لكن لو حضرتك بصيت لمعظم المجموعات هتلاقي نادي السكه الحديد نادي بورتو نادي شرقيه للدخان المصريه للاتصالات برضه داخل معانا في الموضوع. كلها انديه مؤسسات وكلها بتملك امكانيات اللي هي تخليها تكمل مشوار المنافسه بتاع القسم الثالث. في مدربين مصدومين في الدوري القسم الثالث يستحقوا ان هم يكونوا بيتدرجوا في فرص التدريب انديه مثلا في القسم الثاني بعد كده من خلالها الى القسم الاول. نفس الحال بالنسبه للاعبين. طيب خلينا نبتدي مثلا بالقسم الثالث. انت في القسم الثالث دلوقتي في انديه متعاقده مع مدربين لهم اسامي محترمه. يعني كان عندنا الحمد لله الكابتن علاء ابراهيم طبعا اسم كبير في الكوره طبعا يعني الهداف بتاع النادي الاهلي ولاعب منتخب مصر وهداف الدوري المصري مع بتروجيت موسمين ورا بعض. هو كبدايه للكابتن علاء ان هو يبتدي يختار الكارير ان هو يبقى مدير فني بدايه كويسه في ظل وجود امكانيات تقدر تساعده ان هو يحقق طموحه. طبعا الشرقيه للدخان بتبقى محطه للمدربين ديت بيبقى طبعا هو حاطط طموح لنفسه ان هو يوصل لانديه في مستوى اعلى. ممكن ان هو يوصل لانديه في الممتاز الف ممكن يوصل بعد كده من اول لازم يطلع السلم من اول لازم تبتدي البدايه طبعا بتبقى للقسم ثالث وكده وتبقى بدايه صعبه في الاول بس بعد كده الحمد لله النتائج بتساعده وبيقدر يظهر بشكل كويس. هاخد برضو راي حضرتك عن اللاعبين ولاي مدى ممكن يكون في كشافين او وكلاء يبتدوا يبصوا للقسم الثالث يستفيدوا بمبالغ قليله. اللاعب يستفيد وينتقل الى نادي اخر وفي نفس الوقت الانديه تستفيد تاخد امكانيات ومن غير ما تصرف فلوس كتير جدا جدا. بعد هذا الفاصل خليكم معانا. لسه الحديث بنستكمله عن انديه الدرجه الثالثه وبتكلم بالتحديد عن واحد من الانديه المتصدرين جدول الترتيب فريق الشرقيه للدخان ماشي بشكل جيد جدا. اعود بالحديث مره ثانيه مع حضرتك يا كابتن وتقول لي كده اللاعبين ونمط اللاعبين المتواجدين في القسم الثاني هل يؤهلهم او يؤهل قد ايه منهم ان هم يكونوا يستاهلوا لا ياخدوا خطوات اكبر من كده في الكارير بتاعهم؟ بص انا هقول لحضرتك على حاجه. احنا بنتكلم على 160 نادي كانديه القسم الثالث. طبيعي ان حضرتك تلاقي في ال 160 نادي دي تلاقي لا عناصر كويسه تاهلها ان هي تلعب الدوري الممتاز الف ولاعيبه توصل ان هي تلعب في منتخب مصر. يعني انا هقول لحضرتك على كابتن حسين الشحات
بالظبط. كان بدأ موسم موسم 2013 تقريبا. كان نادي شرقية الدخان اشتراه من نادي مدينة نصر ب 10,000 جنيه. النهارده القيمة السوقية للكابتن حسين الشحات وصلت ل 180 مليون جنيه، طبعا محققة اعلى مبلغ تعاقد مع لعيب مصري. نفس الموضوع كابتن عبد الحليم علي الهداف التاريخي لنادي الزمالك برضه طلع من القسم الثاني، كان برضه نادي شرقية الدخان. بس هو الموضوع محتاج اهتمام، محتاج عين كويسه تكتشف اللعيبه ديت. وانا شايف ان المنظومه اللي ماشيه على الاستراتيجيه ديت وبتطبقها كويس قوي بصراحه منظومه مصر المقاصه. بدايه من حسين الشحات، اسلام جابر برضو خدوه من عندنا من نادي شرقية الدخان بمبلغ قليل يعني 600 لسه بيعملوا كده ولا؟ لحد دلوقتي الموضوع شغال معاهم. في طبعا الموضوع شغال معاهم كويس. بس اتمنى يكون في يعني اهتمام اكتر بانديه القسم الثالث. انت عشان تطلع لعيب كويس انت محتاجه توفري له امكانيات كويسه، توفري له ملاعب. ملاعب طبعا الملاعب ديت مشكله في القسم الثاني كمان مش في الثالث بس، انديه الصعيد بالذات. الصعيد لا هتلاقي لعيبه كويسه، هتلاقي لعيبه كويسه. احنا عندنا الحمد لله السنه دي اكتر من لعيب جاي له عروض في دوري ممتاز. انا عندي احمد امين قفة مواليد 96، انا بقول لحضرتك اهو، والايام بيننا ان شاء الله هيبقى الفيرود بتاع منتخب مصر. عندكم اكيد مهاجمين كتير محليين. احنا الحمد لله عندنا لا في القسم الثالث بشكل عام. القسم الثالث واحنا بنتكلم ان المهاجم المصري الجنسيه يعني عطلان شويه، مش موجود. بيقول لك السوق ما فيهوش مهاجمين مصريين. لا هو موجود بس ما فيش العين اللي هي تجيبه او العين اللي تكتشفه. موجود في القسم لا كل حاجه موجوده في مصر والله. وسنه صغير. سنه صغير في طبعا. من عند حضرتك مصطفى محمد هو ما شاء الله عليه يعني فيرو كويس، وان شاء الله يعني خامه طيبه، اتمنى ان هي تكمل. بس احنا محتاجين ندعم المواهب اللي عندنا. يعني احنا برضو ما نقابلش الموهبه بتاعتنا بان احنا ننتقدهم او ان احنا لا، لعيب لسه صغير بينقصه خبره، محتاجين ان احنا نقف بس جنب المواهب بتاعتنا ويكون في ثقه في اللعيبه بتاعتنا. الحكام لا، الحكام دي مشكله بصراحه. يعني حضرتك اتكلمتي في موضوع شائك، يعني مش لانديه القسم الثالث بس، لا الدوري الممتاز برضو بيشتكوا من الحكام، القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. بس اتمنى في وجود كابتن جمال الغندور وكابتن وجيه احمد يكون في تطور في اداء الحكام، يتم عمل لهم معسكرات كده ويكون في برامج حديثه هيشتغلوا عليها، وان شاء الله مصر هتبقى كويسه يعني في امتى ممكن دي. يبقى يعني الجهاز الفني واللعيبه تعدي غلطه، ولا هي الغلطات كلها بالنسبه للاعبين والجهاز لا الفني؟ لا هو برضو تعديش. عشان ابقى منصف، هو بيبقى في تحامل طبعا. المدير الفني بيبقى همه ان هو يعني يحقق النتيجه اللي ترضيه وكده. ممكن يكون خطا وارد من الحكام، واحنا بشر يعني، اي حد معارض ان هو يخطئ طبعا. بس ممكن يكون رد الفعل بيبقى مبالغ فيه، وحصل في انديه في القسم الثاني والقسم الثالث كان في تعدي على الحكام، اخرها وقعت سيراميكا وجمهوريه شبين للاسف. طيب ايه الحاجات اللي ممكن يتم حلها من ازمات شايف حضرتك ان هي على ارض الواقع سهله ان يتم التعامل معاها، غير الحاجات اللي محتاجه مثلا دعم مادي كبير؟ ايه اللي ممكن يتم تنسيقه سواء اداريا او في اي نسق اخر؟ يعني اداريا حضرتك هنبتدي طبعا بتحديد شكل مسابقه ابتدي بيها الموسم واختم بيها الموسم. ايه اللي بيتغير في الموسم؟ لكن تخيلي ان احنا كقسم ثالث لحد دلوقتي احنا ما نعرفش نظام المسابقه عندنا. يعني نظام الصعود، نظام الهبوط، تطبيق دوري المحترفين هل هيتطبق هل لا؟ الحاجات دي كلها لحد دلوقتي ما وصلناش لصوره نهائيه ليها. هو مين بيتواصل نيابه عن القسم الثاني وانديته مع الاتحاد، او هل في تواصل مستمر ولا في جابس ما بين؟ هو في تواصل بتبقى عن طريق مثلا جروب على الواتس، بيكون عن طريق مقابلات تليفون وكده. بس يعني اتمنى يكون في اجتماع دوري. يكون في اجتماع دوري مع عناصر من اتحاد الكوره تشوف مشاكلنا وتحاول ان هي تحلها، وفي حاجات كتير تقدر تحلها من غير ان احنا نكلف الدولة او نكلف الاتحاد اي مبالغ. دي اكيد اهداف سجلها لاعب نادي الشرقية الدخان في هذا الموسم. احمد امين قفة انا بقول لحضرتك عليه، بص التيك اوف بتاعه مواليد 96 ما شاء الله عليه. لا يعني التيك اوف والاستخدام الهد فكرني مصطفى محمد، عشان ما شاء الله هو ان شاء الله هيعدي كمان مصطفى محمد. انا بتنبأ له بحاجة زي كده، واحنا واضعين امل في ربنا سبحانه وتعالى وفي الفريق ان شاء الله السنة دي نصعد. طيب منيع برضو ده هداف برضو جايب 8 اهداف الموسم ده. انا هوري حضرتك دلوقتي لعيب مواليد 97 هتشوف هيجيب جون ما جاش، يعني ما بيجيش في الدوري الممتاز الجون ده. اتفضل اتفرج عليه. الاهتمام اول لما يبقى جاي حضرتك قول لي هو ده. هو ده اللاعب ده مواليد 97 مقصات وباك ليفت، يعني هي مشكله عندنا في مصر الباك ليفت. لا القسم الثالث مليان مواهب، بس زي ما قلت لحضرتك هو محتاج عين تكتشفه ويكون في اسس واساليب حديثه يشتغل عليها اللعيبه. لا هتلاقي لعيبه كويسه ان شاء الله. يعني
اهتمام يعني اكيد اللعيبه وهي بتلعب دلوقتي وبتادي بصه على دوري القسم الثاني وفرصه التاهل اليه او الصعود الى القسم الثاني. كاداره بتبصوا على كام في الميه من القوام الحالي للحفاظ عليه؟ ولكن دايما برضو بنشوف الانديه لما بتصعد بتقول احنا عايزين ندعم وتغير بقى من القوام. بص يا حضرتك، هو حق مشروع طبعا للاعب ان هو يتمنى يكون في سوق في مكان افضل، ونفس الوضع وده وضع طبيعي النادي يكون برضو في مكان افضل، بس يكون بنسبه وتناسب. يعني انا برضو عندي لعيبه كويسه انا شايف ان هي تلعب في القسم الثاني وتؤدي بشكل كويس. فانا طالما عندي الخامه الكويسه ديت لا انا هحافظ عليها. مش اللي انا ههد وابني من جديد، لان معظم اللعيبه ديت لعبت قسم ثاني ووصلوا للترقي، وكان قلت زي ما قلت لحضرتك كان الفيصل بيننا وبين الدوري الممتاز 30 ثانيه. فاحنا ان شاء الله لا يعني مش هيبقى في استغناء عن لعيبه كتير. بالظبط، لان هنوفر احتياجاتنا بس بعض المراكز اللي احنا محتاجين ندعمها، وان شاء الله بس ربنا يكرمنا ونصعد بس ان شاء الله. ان الجهاز الفني يكون مكتمل الاركان بنتكلم عن في التوقيت الحالي علشان اللعيبه تقدر تحافظ على قوتها الجسمانيه وما يبقاش فيه اصابات. الاكل، التزام اللاعب كنوم بقى وصحيان وكده، ومخطط احمال بيتعامل مع توالي المباريات بشكل جيد. طيب انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، الموضوع دوت بيرجع للاعب قبل المدرب. يعني لو اللاعب احنا عندنا امثله كتير، يعني كابتن محمد صلاح وصل اللي هو فيه دوت لان هو من جواه عايز يعمل حاجه. تزميل كابتن محمد صلاح؟ لا ما وصلتش اللي انا العب معاه، يعني انا في فرق بيني وبينه انا اكبر منه يعني وكده. بس انا كنت مع فريق الامل مع الكابتن حمدي نوح لسه قبل كده، كان الجيل اللي قبل محمد صلاح. قعدت 4 شهور معاهم كده، كان الكابتن حمدي نوح وكان كابتن زمزم، وكان معانا الصربي مستر ماكسيموفيتش كان مدير فني النادي الاسماعيلي وتم الاستغناء عنه واستعانوا بيه في نادي المقاولين العرب فريق الامل وكده. كمل حضرتك بتقول لي المسؤوليه بتقع على اللاعب في الاول طبعا. بعد كده بيجي دور الجهاز الفني ان هو يكون فيه تحفيز للاعب ودايما يحسه ان هو يوصل لاعلى مستوى فني وبدني. هي بتبقى منظومه وبيبقى فيه تعاون من الجميع والنتيجه بتبقى كويسه في الاخر. طيب اللاعبين عندهم هذه الثقافه، شايف حتى لو الظروف مش افضل حال وحتى لو اللاعب في القسم الثالث، ولكن الطموح ان انت تكون ماشي على خط وعندك دلوقتي مثل اعلى مثلا زي محمد صلاح وزي حسين الشحات، حتى لو هنتكلم على سكيل محلي بعض الشيء، اللعيبه عندها هذه القوه الذهنيه والفكر ده ولا لا؟ في وجود نماذج زي محمد صلاح، النني، محمود تريزيجيه، لا سقف الطموح للاعب المصري عالي والثقافه اتغيرت. مش بنفس المستوى المطلوب بس في تحسن وفي تقدم. يعني ان شاء الله الفتره الجايه هيكون في اثر ايجابي على لعيبه المنتخب بالنسبه للعيبه اللي هي عندها طموح انها توصل للاحتراف، لان انا بتكلم على لعيبه قسم ثالث. موضوع الاحتراف هيبقى يعني لسه فتره، لسه فترات، محتاج فتره طويله. فكان انديه القسم الاول واللعيبه الدوليه طبعا سقف الطموح عندهم عالي. طيب بما انك اتكلمت عن منتخبنا الاول، شايف العناصر عند منتخبنا الاول عامله ازاي؟ لا دي لعيبه كويسه طبعا، وبس هو في سوء توفيق وفي مشاكل اكيد موجوده بتقابل الجهاز الفني، بس ان شاء الله يعني الفتره الجايه تكون افضل واحنا نتمنى وصول المنتخب لاعلى مستوى. الاهتمام دلوقتي بالناشئين بقى مهم جدا، كم في الميه من نسبه اللاعبين عندكم من الاعمار الصغيره؟ بنتكلم مواليد التسعينات. طيب احنا من موسم 2017 2018 كان اول تواجد لينا في النادي وكده، ابتدينا بتطبيق فكره فريق الامل. كان الهدف من وجود فريق الامل ان احنا نجمع افضل العناصر من المواليد كلها في قطاع الناشئين، لان انا ممكن تبقى العمليه مكلفه لو انا صرفت على 4 5 فرق. فانا كان الفكره بالنسبه لنا ان احنا نجمع افضل العناصر في المواليد ديت، يعني من مواليد 2000 لمواليد 97، فقدرنا نوصل لحوالي 15 لاعب تم الاهتمام بيهم نوعا ما اكتر من اللعيبه الثانيه. الحمد لله دلوقتي انا وصلت ان انا عندي 12 لاعب من قطاع الناشئين موجودين في الدرجه الاولى. المشروع برضو بتاع المستر محمود الاسيوطي، الاسيوطي 2020، انا طبعا تواصلت مع مستر محمود وقعدت معاه. الراجل ابتدى يطبق الفكر اللي موجود بره، اللي موجود من حوالي 10 سنين فاتوا. يعني لو حضرتك بصيت لفريق زي ايكس اشتغلوا على المشروع بتاع كرويف من 2012، دلوقتي كابتن الفريق بتاع ايكس عنده 19 سنه. فالموضوع ده هيبتدي تطبيقه الفتره الجايه في مصر. هي مرحله متاخره المفروض كنا ابتدينا فيها من بدري، بس الحمد لله اللي احنا ابتدينا بيها، وان شاء الله الفتره الجايه يكون فيه اهتمام بقطاع الناشئين سواء على المستوى المحلي او حتى على المستوى الفرق المنتخبات عندنا.
لازم يكون في عندنا حصيله لعيبه كويسه. لازم يكون في حصيله من لعيبه كويسه عندنا. انا محتاج ان انا اشجع اللعيبه على الاحتراف، لان في الاخر اللي هيستفاد المنتخب. والله الاحتراف هنا انا بشوفه. ما انا قلت لحضرتك هي في المنتاليتي بتاعت اللاعب نفسه، فعاليه اللاعب. هو لو من جواه ناوي انه يعمل حاجه، لا ان شاء الله الموضوع بيبقى سهل. عارف انه هيضحي علشان يوصل للحته دي، في حاجات كتيره جدا بيحبها وعايز يعملها مش هيعملها. هي الحياه بتاعت لعيب الكوره بتختلف عن حياه اي واحد طبيعي لو عايز يكمل في المشروع بتاعه، لو عايز ياخد الموضوع بشكل بشكل احترافي. طموحات حضراتكم ايه؟ مع بتتكلم ان الثلاث مرات ال 30 ثانيه بتكون بتفصل الفريق. 30 ثانيه مره جون مره مباراه. بس احنا نتمنى ان احنا نخرج من القسم الثالث، لان ده مش اسم ولا مكان شرايط دخان بصراحه يعني. نتمنى الاول احنا واخدينها خطوه خطوه، نبتدي نصعد للقسم الثاني سواء في حال تطبيق دوري المحترفين او عدمه. وبعد كده هنبتدي نبص برضو ان احنا، انا نفسي بصراحه نادي شرقية الدخان يلعب في الدوري الممتاز الف، فهو ما يقلش عن الانديه ديت سواء من حيث الامكانيات او حيث نوعيه اللعيبه اللي موجوده. والاداره بصراحه مجلس اداره النادي بيدعمنا بشكل كويس برئاسه المهندس عصام عبد المعطي والباشمهندس احمد اسماعيل. طبعا عندنا الكابتن ثروت المشرف العام على الكوره والمهندس خالد عباس بيقدموا كل الامكانيات اللي تؤدي للنجاح. فاحنا نتمنى في ظل التكاتف ده نوصل بنتيجه كويسه ان شاء الله يعني. ان شاء الله. بس هستاذن حضرتك نروح لزميلنا العزيز خالد رزق من تحت سفح الاهرامات. النهارده هنكون بنشهد مباراه ان شاء الله تكون غايه في المتعه والروعه، زي بالظبط المكان اللي انت واقف فيه يا خالد. تاريخ كبير جدا هيكون بيتوج كمان بمباراه استعراضيه من نجوم واساطير القاره السمراء واساطير العالم. مساء الفل عليك يا خالد، ونقلنا كده الاجواء اكيد عندك مميزه جدا. مساء الفل عليك يا زميلتي العزيزه مرهان عمرو، تحياتي لكل مشاهدي قناه تايم سبورتس في كل مكان. زي ما انت قلتي من مكان عريق جدا ومن سفح الاهرامات بالتحديد، يعني مباراه هتكون بين نجوم الكره السمراء والعالم بالتاكيد اللي هيكونوا متواجدين. يعني خلال ساعه تقريبا هتبدا المباراه. يعني خليني اقول لك مرهان ان هيكون موجود عدد كبير جدا من النجوم. لو اتكلمنا عن النجوم المصريين هيكون متواجد وائل جمعه واحمد حسن وكابتن حسن شحاته واحمد حسام ميدو، وايضا موجود فلافيو وناكاتا ولاعبين كتير مميزين بالتاكيد من القاره السمراء ومن العالم بالتاكيد. وهيكون موجود ايضا مستر احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي، وايضا انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، ويكونوا متواجدين في هذه المباراة. المباراة هتكون مدتها تلت ساعة تقريبا، ويكون في 7 دقائق بريك بين الشوطين، ويكون 7 لاعبين مقابل 7 لاعبين، ويكون في بدلاء بالتأكيد. وأيضا خلينا نتكلم معاك يا مرهان عن اليوم النهاردة. يمكن في بعض اللاعبين اللي كانوا متواجدين النهاردة في ندوة في جامعة القاهرة بالنهار، وكان متواجد أحمد حسام ميدو وايضا لاعبين اخرين اتكلموا مع الطلبه على اهميه بذل اقصى جهد الوصول الى حلمهم. وكان من كلام لوران جورج وهي لاعبه في منتخب فرنسا، كانت بتتكلم مع الطلاب النهارده على الصعوبات اللي واجهتها كلاعبه في السيدات بالتاكيد، وقدرت توصل لحلمها وتحقق حلمها وطموحها اللي وصلت له كان بعد عناء وصعوبه. واكيد ان كل كلتشر بيكون ليها فكر مختلف وفيها بالتاكيد افكار مختلفه عن طبيعه كره القدم ان يكون فيها لعبه نسائيه بالتاكيد. وكانت بتحس الطلاب على اهميه السعي وراء حلمهم، وان هم دائما يسعوا بكل جد واجتهاد، وحتى لو قابلتهم اي عواقب يكون عندهم دائما حلم وطموح يوصلوا لما هو احسن بالنسبه لهم اكيد. يعني كان في كلام كتير مميز، كان الطلاب في حاله استمتاع جيد جدا، وكانوا سعداء بوجود نجوم واساطير من كره القدم بداخل جامعه من اعرق الجامعات في مصر بالتاكيد، وهي جامعه القاهره. وكان في سعاده بالغه من الطلاب. يعني متابعين مع بعض الاجواء لحظه بلحظه من داخل سفح الاهرامات، وهنكون متابعين ايضا المباراه اللي هتقام خلال الساعه الثانيه ونصف تقريبا على شاشه تايم سبورتس بالتاكيد. يعني مرهان دي كانت اجواءنا وكواليسنا، الان العوده ليك مره اخرى، اتفضلي. يا خالد بشكرك شكرا جزيلا. وشويه كده حسد يعني، بس حسد كويس ان انت موجود وهتكون بتتفرج على الماتش مباشره من عند سفح الاهرامات. بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله كده المباراه تنقل لو تتابعوها على شاشه تايم سبورتس الساعه 2:30. بشكرك شكرا جزيلا. متعة كبيرة جدا احنا نكون بنتابع
اساطير موجودين طبعا. وفي المكان ده اعتقد ان الصوره النهارده هتكون رائعه جدا بالنسبه لكل المصريين. طبعا كلنا سعداء بصراحه بحاجه زي كده. واستضافه مصر اكيد طبعا. لحفل توزيع الافضل وجوائز الافضل من قبل الكاف باذن الله كمان تكون منظمه بشكل اكثر من رائع، وهو المتوقع باذن الله نتابعه بكره باذن الله الثلاث. حابه اشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن ونورت الدنيا، وباذن الله تكونوا موفقين في كل الفترات اللي فاتت، ونتقابل كده بعد شهور ان شاء الله باذن الله احلم يا رب ان شاء الله. شكرا لحضرتك جزيلا كابتن باسم علي مدير الكره لفريق الشرقيه للدخان، نورنا النهارده. وايضا شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا على المتابعه، زي ما كنا بنتكلم مباراه اساطير افريقيا واساطير العالم هتتابعوها النهارده على شاشه قناه تايم سبورتس. تقبلوا تحياتي ونشوفكم باذن الله بكره على الف خير.